تكلمناش مع البرلماني الكبير الأستاذ أحمد سجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، وعايز أقول لحضراتكم أنه نموذج للنائب المشرف لدائرته ولحزبه وفاهم قوي القضية بتاعته. خلوا بالكم أن الإدارة المحلية دي يعني تقريبا شيء مهم جدا جدا في مصر. سيادة النائب أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيب. وسيادتك بخير. أهلا أهلا أستاذ سيد، زي الحال. ربنا يكرمك يا سيادة النائب. كلام المتحدث الرسمي بتاع المجلس الوزراء بيتكلم ان بيقول اقتربنا من اعادة فتح المطاعم ودور السينما والمقاهي. تيم الدوائر وعشان مجلس النواب ومجلس الشيوخ، انما انا طول الوقت يا فندم اسأل عن المحليات وقانون المحليات، وهل هيتم في الدورة دي وهل تبقى في انتخابات. يعني انا يمكن البعض بيتكلم في حاجه وانا شايف ان المحليات دي اهم من اشياء كثيره جدا جدا. اخر الاخبار، وانا اعلم ان انت عامل مجهود غير عادي في المساله دي، اخر الكلام في قانون المحليات ايه يا فندم؟ الله يحفظ سيادتك. قانون المحليات احنا زي ما سيادتك عارف ومتابع، احنا كلجنه خلصناه، وبعدين لما دوله رئيس مجلس النواب اراد ان هو يتم مناقشته والتصديق عليه بشكل نهائي بالجلسه العامه، ظهرت عدد من الأحزاب والقوى السياسية وأبدت اعتراضها وتحفظها حول عدد من الأمور، أهمهم كان التوقيت. الحقيقة لما حصلت هذه وكانت أزمة وانتوا غطيتوها بشكل كبير جدا، فخامة رئيس الجمهورية وجه توجيه بأن طب خلاص طالما أنت عندك قوى سياسية عندها بعض التحفظات على التوقيت او غيره، افتح حوار وطني جديد وابدا اوصل فيه لاليه توافقيه. فالحقيقه ائتلاف دعم مصر، وانا امين عام الائتلاف، كان لي الشرف ان يتم التجديد ليا للعام ده، دعينا وحطينا جدول الحقيقه على مدار اكثر من جلسه بتنعقد كل يوم حد واربع للنقابات العمالية، لمجلس قومي للمرأة، لكل أطياف المجتمع. فتحنا رغم أن احنا عملنا كلجنة إدارة محلية هذا الجهد من سنتين، لكن قلنا يمكن المجتمع تحدياته مختلفة، إنجازاته مختلفة، طلباته مختلفة، ما يضرش نتعب شوية ونعمل هذا بحوار المجتمع مرة أخرى على مستوى كل. عملنا مثلا جلسه لكل رؤساء الاحزاب المصريه وابتدينا ناخد بعض الملاحظات. كانت افكار يمكن معظمها كان مقرر في جلسات الاستماع اللي لجنه الاداره المحليه اخذتها وكانت على عاتقها، ولكن حصلت جائحه كورونا فاضطرينا ان احنا نتوقف عن استكمال هذا الحوار الوطني. ولكن انا عايز اطمن حضرتك واطمن مشاهدينك ان يعني احنا خدنا شوط كبير قوي في الجلسات دي، وزي ما قلت لك من شويه ان معظم المداخلات كانت الى حد ما حاجات ممكنه وحاله التوافق وارده انها تتم. تبقى بالنسبه لنا التوقيت المناسب، والتوقيت المناسب ده الحقيقه لابد ان هو يعني يؤخذ في الاعتبار. ويمكن استاذ الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الموقر بالامس وانا بتحدث في مساله خاصه برضه بالمحليات في الجلسه العامه قال لي يعني انت قدمت مجلس الشيوخ وقدمت مجلس النواب وهذا لا يعفيك من ان احنا يعني هو بيداعبنا يعني، واخد بالك ان هو بيوجه رساله الحقيقه بوصفه وصفته ومسؤوليته، بيوجه رساله لكل القوى السياسيه يعني من خلال هذه المداخله يعني العابره، ان برضه الاداره المحليه قانون الاداره المحليه لن يكون بعيدا عن المناقشه ان شاء الله في القريب العاجل، ودي رغبتنا كلنا وان شاء الله. القريب العاجل ده امتى يا سياده النائب؟ القريب العاجل ده احنا والله انا لو عندي موعد يا سيد بيه كنت قلت لحضرتك، انما في خلال قبل انعقاد قبل فض الدوره البرلمانيه يا فندم هيناقش هذا القانون ولا ممكن يتاجل للبرلمان المقبل؟ شوف هقول لسيادتك حاجه بمنتهى التجرد والموضوعيه. الدستور الزم هذا البرلمان أيوة باصدار قانون الاداره المحليه.
لا كده خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان. اوكي اي 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 تقاعس في هذه المساله يعني هتلاقيها لا لا خلاص كده انت وضحت لنا كده 100 100 كده قضي الامر. لكن برضو انا معايا قوة سياسيه ومعايا ظروف بنحاول ان احنا نوصل لهذه للتماسك التوافقي زي ما حصل في مجلس النواب ومجلس الشيوخ في حاله توافقيه، وبالتالي يبقى العراق السياسي على مستوى المناقشه يعني على يبقى في وضع مقبول، ما يبقاش في حده واحنا في مرحله اصطفاف وطني، واديك شايف حضرتك المشاهد حوالينا عامله ازاي. معاك حق. اخيرا سياده النائب عايزه مش عارف ده من اختصاص اللجنه ولا لا، ناس كثيره جدا من اصحاب العمارات والمباني اللي هي مخالفه من زمان ولم يتم التصالح معها ودفعوا وتم التصالح ودفعوا، يعني دي مبالغ كبيرة جدا جدا، يعني ولا بنعمل كده ولا بنعمل كده والمسائل معلقة ولابد من حل جذري في تلك المسألة. المسألة الثانية عودة الحياة الطبيعية يا فندم، فتح المقاهي وي 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 خاصة والكافتريات وعشرات يعني عشرات الملايين يعني العمالة اليومية وبعض الناس اللي شغالين في المطاعم والمقاهي والكافتريات والسياحة ملايين. انتوا كإدارة محلية يعني بتوصوا بإيه ولا تعمل ولا وجهة نظركم إيه؟ لا ده أنا هطمن حضرتك الأول في الجزء يعني في الاثنين، بس الجزء الأول من طرح حضرتك فيما يخص، وأنا بحيي سيادتك على هذه المقاربة، فيما يخص المحال العامة بأنواعها بقى كل المحال التجارية وكل المحال اللي هي تحت العقارات وهي تمثل نسبة كبيرة جدا 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 موجودة في العقارات المخالفة اللي هي مبنية بقى لها 10 أو 15 أو 20 أو 30 سنة. احنا اصدرنا لجنه الاداره المحليه اشتغلت السنه اللي فاتت على قانون وخاضت فيه الحقيقه معركه برضو كانت يعني فيها كواليس كثيره جدا في مساله ان انا اطلع قانون موحد منظم ترخيص المحل العام. فيها بند هذا البند اعطى بند انتقالي مؤقت اعطى لان الوحده الجهه الاداريه تعطي رخصه مؤقته لهذه المحال لحين التصالح على العقار الكامل. والله برافو عليك وفقا لقانون 17 لسنه 2000. والله برافو عليكم يا سياده النائب، حلو ده حلو. وده هيدخل فلوس كتير قوي 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 قوي، والناس دي يبقى وضعها قانوني صحيح. لا والاهم يا سيدي انه يبعد اصحاب هذه المحال المواطنين دول عن ان هم يقعوا فريسه للفساد لابتزاز اي أيوة. موظف الفساد والابتزاز يعني. من موظف طبعا معاك حق ده ما صح قوي. فده مش احنا لسه بنطرح توصيه، لا ده فعلا تشريع لائحه التنفيذيه بتاعته طلعت يعني الناس ممكن تبدا تشتغل على ده يا سياده النائب افندم. الناس اللي عندها تمتلك محلات عامه اسفل العقارات المخالفه في تشريع طلع ان هم ممكن يبقى عندهم وضع انتقالي حتى لا يقوم اي احد بابتزازه ويقننوا اوضاعهم بالنسبه للمحال. طبعا واللجنه العليا اللي بتنظم هذه المساله في قرار من رئيس مجلس الوزراء صدر بتشكيلها، الموضوع ماشي بشكل جيد. ده خبر مهم جدا جدا يهم ناس كثيره جدا، ارجو ان زمايلي الاساتذه المحترمين في الاعداد يهتموا بيه، ده خبر مهم يهم ناس كثيره قوي على فكره. كنت بتقول حاجه ثانيه فيما يخص العوده التدريجيه للحياه الطبيعيه سياده النائب. شوف انا من البدايه من منذ ظهور هذه الجائحه ربنا يحفظنا جميعا وينجينا منها عندي قناعه شخصيه بان مساله الغلق الكلي يعني يتنافى مع طبيعه يعني الحياه على وجه الارض والطبيعه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها. احنا الارض قائمه على دفع الناس لبعضها البعض. طيب ولكن طبعا لابد ان احنا ناخذ المعطيات كلها كل التدابير والاجراءات الاحترازيه الوعي. انتم شركائنا وانتم ابطال، وانا بسمي بقى يعني زي ما طلعوا في الجيش الابيض، لا ده في عندنا جيش ثاني الا وهو جيش الاعلاميين، لان مساله الوعي مهمه جدا جدا في هذه المرحله وانتم بتقودوها. وبالتالي انت هتفتح واديك شفت اوروبا فتحت وامريكا اللي كانت نيويورك بتعلن فيها حالات وفيات بالالاف كل يوم، المظاهرات شغاله فالحياه لا تتوقف، ولكن ناخذها بحذر وبالاسباب كلها وربنا يحفظنا جميعا. شاكر فضلك المحترم الاستاذ احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه، على فكره كلام مهم قوي اللي بيتقال، كلام مهم.